النهارده عندنا موضوعات كمان كتير مهم تكون معانا، ولازال الحديث عن الكهرباء مستمرا، لازال التطور اللي بتشهده مصر في تصدير الطاقه المتجدده، وايضا الفائض اللي موجود عندها والعلماء اللي موجودين عندها واللي ليهم بصمات في الخارج، بنستفيد من وجودهم لهذا المجال وهذا النطاق، تطوير من خلال كذلك استخدام الطاقة الشمسية بتشهده مصر بنسب وبإحصائيات عالية جدا بتثبت نجاحها في هذا المجال. مصر بتتربع على عرش تطوير الطاقة الشمسية. الخبر اللي معانا خاص بمعلومات نشرها مجلس الوزراء عن أهمية هذا المجال في مصر، نظرا لأن مصر حققت فيه خطوات كبيرة جدا، والنهاردة مصر بتحقق هذا النجاح في المنطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي واحدة من أهم الدول في هذه المنطقة اللي قدرت أنها تجد الكثير من النتائج الهامة اللي تخدم بيها بلدها وفي نفس الوقت تخدم بيها المنطقة، مجال الطاقة الشمسية. معانا دكتور عادل السماح المشرف على المركز الإقليمي لبحوث الطاقة المتجددة، برحب بيك يا دكتور، وهبدأ معاك بهذه الخطوات المصرية الهامة في هذا المجال، مجال الطاقة الشمسية. علماءنا موجودين في الخارج أيضا في هذا المجال، ليهم نجاحاتهم وليهم أيضا خطواتهم اللي بتنعكس في النهاية بالإيجاب على العالم. ممكن أعرف حضرتك متابع هذه الخطوات إزاي؟ أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بك. الحقيقة في نجاحات الطاقة، استخدام مصر للطاقة الشمسية بدأ بتشريعات سنتها الدولة لتعديل أسعار الطاقة الموردة للشركة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في سبتمبر 2016، والتشريع الثاني تم في أكتوبر 2016 برضو، كان تخصيص مساحة كبيرة مملوكة للدولة تم تخصيصها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. التشريع الثالث تم في شهر 8 2017 اللي هو النت مترينج او صافي القياس، ده لتشجيع استخدام الطاقه الشمسيه في توليد الكهرباء او الاستخدامات عموما الطاقه. يعني دي النقطه الاولانيه اللي الدوله شجعت فيها استخدام الطاقه الشمسيه من او الطاقه الجديده المتجدده. الطاقه الجديده المتجدده بصفه عامه شامله الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه المائيه، وشامله طاقه الرياح يا دكتور كمان، شامله طاقه الرياح يا فندم. التشريعات دي كانت شامله مناطق لتوليد طاقه الرياح ومناطق تانية لتوليد الطاقه الكهرباء باستخدام الطاقه الشمسيه. المفروض ان طيب احنا دايما بنتكلم عن الطاقه الشمسيه وان عندنا نجاحات وبصمات قويه جدا بالنسبه لمجال الطاقه الشمسيه، بما اننا ذكرنا طاقه الرياح، ممكن اخد فكره ايضا عن الخطوات المصريه في هذا المجال؟ طاقه الرياح طبعا بدات استخدامها في منطقه الزعفرانه اول محطه لطاقه الرياح، وكان قدره انتاجها في حدود 545 ميجا وات، وده كان بالتعاون مع ألمانيا وأسبانيا وبعض الدول واليابان إلى آخره. وبعدين بدأت محطة جبل الزيت رقم واحد، دي قدرتها 240 ميجا وات 120 تربينة، وبعدين جبل الزيت اتنين قدرتها 220 ميجا وات، لكن في محطات تانية تحت التنفيذ 120 250 200 برضه في نفس المناطق تقريبا اللي هي متنفذ فيها مزارع الرياح الأولانية الأولى. في كمان حاجة تانية للمناقصات التنافسية في حدود 1770 ميجا وات، بس هتتم على مراحل. الجزء الأولاني ده كان الدولة اللي عاملاه، الجزء اللي جاي ده استثمارات للقطاع الخاص في حدود 1770 ميجا وات لحد دلوقتي، ده اللي بيتوافق مع خطة الدولة او الاستراتيجيه اللي الدوله عاملاها، ان 2022 المفروض يكون 20% من الطاقه المنتجه في مصر تكون من الطاقه الجديده والمتجدده،
من ضمنهم 6% من طاقة 12% من طاقة الرياح، و6% من الطاقة المائية، و2% من الطاقة الشمسية. كل ده يا 2035 دكتور، انا هختتم كلامي مع حضرتك بان كل ده اكيد ليه تأثير كمان على الاقتصاد، يعني اكيد طبعا بيلقي بظلاله على الساحة الاقتصادية. طبعا طبعا ده بيلقي بظلال على الاقتصاد لحضرتك، لان الطاقه هي يعني المحرك الرئيسي للصناعات اللي موجوده في كل دول العالم، وبالتالي لو قللت سعر الطاقه واعتمدت تماما على الطاقه الجديده والمتجدده، فده باستثمارات مباشره بينعكس على سعر كيلو وات الكهرباء. النهارده سعر كيلو وات الكهرباء المنتج من الطاقه الجديده والمتجدده تقريبا نفس سعر البترول او اقل، نفس سعر البترول او الطرق التقليديه او اقل. فده اكيد هيعكس على الاقتصاد، بالاضافه الى انه ممكن استغلاله في كل واحد يعمل محطته لوحده، كل واحد يشغل مصنعه لوحده، يقدر يعمل كده ويوفر استهلاك الكهرباء، وبالتالي هتكون تكلفته اقل، وهيقدر يسترد الفلوس اللي بيصرفها في حدود 3 أو 4 سنين، يكون راجع وبعد كده بياخد طاقة ببلاش، يعني بتبقى طاقة موجودة، مجرد الرننج كوست بتاعتها تكلفتها هتبقى صغيرة جدا، ولمدة 25 سنة مش هيدفع حاجة يعني. فأكيد هيأثر على الاقتصاد.